محمود؟ ام محمود الزفت. نعم ست برفات. انا طالعه هلا من البيت، اذا ثاقبت واتصل فاروق بتفهميه اني انا بالحمام. فهمتي؟ بالحمام. وبلكي رجع فجاه مثل هديك المره. من شوي حكاني وقال لي بده لنص الليل لحتى يرجع على البيت. طمني. هديك المره قال انه مناوب ورجع فجاه. بتعرفي شو؟ قولي له اني رحت لعند مالي. مقبورة طالعة. ساوي لي فنجان قهوة سادة. مقبورة قاعدة بالبيت. حاضر. لسوء لحظي خلصت بكالوريا وجمعت علامات عالية خلت الكل يوقف ضد رغبتي باني فوت على الفنون المسرحية، مع انك بتعرفي قديش كنت حب التمثيل. ما بتذكر ماما وبابا الله يرحمهم، حتى اخواتي ما دخل بعقلهم كب هي العلامات العالية كلياتها، وما سجل بفرع الكل اللي بيتمنى يسجل فيه. قمت انا استجبت لمطالب الشعب ودخلت طب. اول يومين ثلاثه بلش الاغماء والتوتر والخوف، وصعب وبدي وما بدي. بعدين سبحان الله على الممارسه الواحد بتعود. تعودت على المهنه كثير كثير وصرت حبها. صدقي علوش هلا كل ما افحص مريض تعبان واسمع دقات قلبه بتمنى ضمه لصدري امسك ايده وطبطب عليه حسسه قديش انا حاسه بوجعه. وهلا شيلكي مني، خبريني انت عن حالك. انا مثل ما انا على حطه ايدك، من البيت للمجله ومن المجله للبيت. واخوك اللي ساعته وراكم على الدعسه؟ لا اخي، من وقت ما سافر على قبرص نحن ارتحنا منه من مشاكله. اي الحمد لله. صحيح انت رايحه معنا بيت رنا؟ ان شاء الله اكيد رح نجي انا وليليا، صرنا زمان كثير.